شغلنا الورى بشعر نرتله كالصلاة تسابيحه. ولولا تخاذل بعض الكسالى الرعاجيد لم نفلت المجرمة. معسكر فجر عزم الشباب فطاول عملاقها الأنجمة. هنا واحدة معسكر فجر الأمير عبد القادر شاب 24 سنة. معسكر فجر عزم الشباب فطاول عملاقها الأنجمة وبويع شاعرها الهاشمي فكان بها القائد الملهمة. يصوغ النظام شاب يصوغ النظام ويبري الحسامة فيقطر ذاك وهذا دمى. شغلنا الورى وملأنا الدنا بشعر تسابيحه من حنايا الجزائر. أيا عبد القادر كنت القديرة وكان النضال طويلا عسيرا. شرعت الجهاد فلباك شعب وناجاك رب فكنت النصيرا. ونظمت جيشا وسست بلادا فكنت الأمير الخبير الخطيرا. وألهبت في القاعدين في القابعين الحنايا وأيقظت في الخانعين الضميرا. وحملت ماريانا ما لا تطيق وجرعت بيج العذاب المريرة. ثمان وعشرا تخوض المنايا وتزجي السرايا وتبني المصيرة. وتدمغ بالعلم من جادلوك فكنت الضليعة وكانوا الحميرة. وكم رام إغراءك العابثون فلوس فلم تك غمرا صبي غريرا. وكم عاهدوك وكم أخلفوا وكنت بما يضمرون بصيرا. وعبدت للشعب درب الفدا وما خست مذ خطفوك أسيرا. شغلنا الورى وملأنا الدنا بشعر النوبة كالصلاة